رجعنا لحضراتكم مرة تانية ما بين الشوطين. شكرا لمعلقنا الكابتن أحمد مناع. وشوط أول انتهى بالتعادل ما بين النادي الأهلي ونادي الاتحاد في جيم فور في السيريز طبعا الخاصة بنهائي دوري السوبر. كابتن نبيل، الحقيقة مستوى متقارب على الرغم من يعني فنيا يمكن الاتحاد برضو مش في أحسن حالاته، الاتحاد برضو يمكن سيء، ولكن قادر ان هو يسيطر على الجيم امام النادي الاهلي. يمكن احنا عندنا بعض الاخطاء هي برضو السبب ان احنا ما نتفوقش عليهم، ولكن على عكس الجيمات اللي فاتت ماشيين بالتساوي. يمكن احنا كان في حد بيفرق مننا، خاصة النادي الاهلي كان بيبدأ فارق، ولكن المرة دي المباراة بدأ مختلفة يعني point to point. وزي ما اتكلمنا برضو في قبل المباراة وزي ما قال كابتن سلعوة ان الاثنين مدربين واللعيبة ثلاث مباريات فهم حفظوا بعض. كل مدرب كان بيحاول ان هو يغير طريقه الديفنس، سواء بان هو يلعب بريشر مان تو مان او يلعب زون ديفنس او عشان يكسر الجيم ويقدر يفرق. لكن في الاول وفي الاخر لا، يعني ما قدروش ان هم يفرقوا. هم طلعوا علينا 6 بونت مثلا، دي اقصى حاجه، واحنا عوضنا ال6 بونت دول في الكوارتر الثاني. فالمباراة كلوز جدا، الفرقتين عارفين بعض، برضو الفرقتين في شوية إجهاد على شوية تسرع على شوية، برضو إن المباراة تعتبر مباريات ختامية، فبرضو الفرقتين مش في أحسن مستوى ليهم. كابتن سلعاوي، يمكن احنا عندنا بعض الاخطاء وعندنا برضو يعني عناصر قوة في الاتحاد. احنا عندنا بنتكلم هنا على ديكسون دولا مثلا، يعني عندنا اللعيبة مش قادرة ان هي تعمل عليه ديفنس قوي او تدافع قدامه قوي. عندنا برضو احنا يمكن في الاول باستثناء طبعا براندن، انت عندك برضو انت ضيعت فري ثرو كتير في الكوارتر الاول تحديدا. فالاخطاء دي احنا ممكن نتجنبها ازاي؟ عناصر القوه اللي عندهم سواء ديكسون او دولا، ممكن ازاي نقفل مفاتيح اللعبه دي؟ هو الاول بصفه عامه يعني المباراه هي عباره عن مباراه متكافئه في كل شيء. يعني ما أداه النادي الأهلي هو ما أداه النادي الاتحاد، مباراة متكافئة جدا، لكن فيها حاجة، في الخوف بيسيطر على الفريقين، كان في حرص وخوف زيادة على اللزوم، فده عامل زائد التعب فمكتف المباراة. المباراة خططيا شوية، لكن ما النهاردة مستر وستي استطاع يستخدم البنش، اعتقد ان البنش كله لعب، مفيش حد ما لعبش من ال 12 كلهم جربوا، سمع كلامنا وعمل روتيشن بينهم عالي جدا. لكن هي الناحيه الخططيه مكتفه اللعيبه، وضياع الفاول شوتنج والترن اوفر، الحاجات دي كلها نتيجه للشد، بتبقى نتيجه للشد العصبي الزياده والخوف، لانها طبعا مباراه لا تقبل قسمة على الاثنين سواء للاهلي او للاتحاد طبعا. لكن مفاتيح اللعب في اتحاد اسكندري، المستر جوستي بيسيطر بان هو بيغير بين الدفاعات، بيغير زون، بيلعب دفاع المنطقه زي ما بنقول يعني، وبيلعب مان تو مان وساعات يضغط، وبيستخدم زي ما كابتن نبيل قال السكرين للاعب المحترف بتاعنا الامريكي علشان يقدر، واللي هو الولد عنده رؤيه جيده جدا، مش كل مره بيطلع يشوط، برضه شاف سيف سمير اداله 3 4 كور تحت الباسكت فاضي، قدر سيف سمير يستعيد جزء من مستواه. طبعا هو يمكن بدا البدايه ما كانتش موفقه، ولكن الحقيقه لا يعني مادي اداء ومسجل الحقيقه. يعني احنا هنشوف السكاوت دلوقتي بونت، بس 8 بونت تقريبا، حوالي 8 بونت. هو المشكله ان الفاول شوتنج قد يكون في هزه شويه، ودي احنا اتكلمنا عليها في الفترات في المباراه السابقه، بس انا شايفه برضه يا كابتن، لكن النهارده تقليل التيرن اوفر قليل مش زي الماتشات الثانيه قليل، بس احنا اتكلمنا في الاول برضو على فكره اللعب الفردي، لسه برضو بعض اللعيبه مستمره في ده. ودي طبعا مش هتقدر تغيريها النهارده يعني. انت خلاص دي يعني هم اتعودوا على هذا الكلام، فمش هتقدر. لكن هو دي لكن بصفه عامه ان ديك المحترف الامريكي بتاعنا في افضل حالاته النهارده، كويس براندو، زائد ان دولا من نادي الاتحاد كويس، ديكسون كويس طبعا. فلازم في الشوط الثالث والرابع، لان الشوط الثالث والرابع لازم يحكم السيطره على الاثنين دولت، زائد ان عمليه ان عمر طارق يرجع بدون فاولات. احنا الحقيقه بنتكلم برضو احنا السكاوتنج كابتن نبيل، براندن
مسجل 11 نقطة، 3.50%، سيف سبعة. عندنا برضو إيهاب أمين 3 بوينتس، هو وعمر الجندي. عمر الجندي يمكن لعب 13 دقيقة 60 ثانية، حوالي 14 دقيقة. عمر طارق ستة برضو. يمكن براندون هو توب سكورر في الشوط الأول، كريم حاتم 2 براندون وسيف. براندون وسيف، على الرغم أن سيف يعني برضو كان عليه بعض التعليقات في الأول، ولكن الحقيقة هو لا يعني عمل جيم كويس لما نزل أو بقى إن أكتر في الجيم. طيب كابتن نبيل، هي يمكن احنا بنتكلم ان هي جيم مقفوله جدا، مش قادرين برضو نتوقع ممكن ايه اللي يتم في الكوارتر الثالث والرابع، خاصه ان احنا متقاربين جدا في المستويات، طريقه اللعب برضو يمكن متقاربه شويه، ولكن دايما احنا بنقول ان العبره بالنهايه، احنا يعني يمكن بادئين بوينت تو بوينت، ولكن دايما بيبقى الخوف من الاخر، من الكوارتر الرابع تحديدا. هو برضو المباريات اللي احنا مشينا ايكوال مع الاتحاد، بس مش يعني مش الماتشات اللي فاتت عامه، احنا بيبقى عندنا لو وصلنا بدنيا كويسين وفي نفس الوقت ذهنيا كويسين بنقدر ننهي الجيمات دي. يعني ده من يعني السنين اللي فاتت وبتاع وكده. بالنسبه للفريق يعني برضو ان احنا ايهاب امين لغايه دلوقتي هو وعمرو الجندي ما حققوش السكور اللي هم بيحققوه، دي حاجه انا في رايي ان هي ايجابيه. ليه؟ لان هم لو فاقوا الكوارترين التانيين ممكن يعني يشيلوا النادي الاهلي ويخلوا النادي الاهلي في المقدمه. فهي بس عايزه يعني طبعا التوفيق برضو، ان احنا في كذا كوره دخلت وخرجت في التصويب وكده، هو بالنسبه للاثنين. فيعني ارجو يعني التوفيق بتاع ربنا، بس باذن الله ان الفرقه تفوق يعني. طب وايه مشكله الفري ثرو عندنا يا كابتن نبيل؟ ايه اللي يعني برضو انت بتتكلم على لعيبه خبره برضو، فيعني دي من اسهل الحاجات بالنسبه للعيبه الباسكت. مفيش اي دفاع، هي عامله زي ضربه الجزاء كده برضو، يعني ساعات بيبقى احسن لعيب في العالم وممكن يضيع ضربه جزاء. برضو بالنسبه للفاول شوتينج، انا بشوف مثلا ايهاب امين في التمرين بيعمل لهم تمرين كابتن اوجست كده معين، هو بيجيب العشر هنا والعشر هنا اول واحد، ومع ذلك ممكن يكون مثلا في ماتش معين نتيجه الاجهاد والشد العصبي اي لعيب ممكن يجلي، حتى لو هو او ممكن ما يجيبش، يعني حتى لو هو كويس جدا. حتى براندون النهارده دخل في التكنيكال فاول، هو اللي شوتر كويس جدا وبرده ما جابهاش. فده طبعا نتيجه برده الشد العصبي وممكن الاجهاد، الاثنين دول ممكن ياثروا في الفاول شوتنج. كابتن سلعوي، يمكن اللي شفنا كده كوره ما بين ايهاب وبراندن، يمكن لو كان بصها له كان اكيد سجل براندن، صح؟ طبعا. لكن هو ايهاب اخذها يعني على مسؤوليته، لكن هو التاني كان فاضي، وده اللي احنا بنقول عليه التعاون ثم التعاون ثم التعاون. لان دي مباراه كلنا هنكسبها، والمكسب هيعيد على الفرقه كلها. و مش معنى كده ان هبقى مين مثلا ببصي، لا هو ساعات بيبقى في زاويه الرؤيه عنده مش واضحه. لكن احنا عايزين نرجع تاني للعهد بتاعنا اللي هو الدفاع الجماعي والهجوم الجماعي، ولازم احنا نفرض اسلوب لعبنا على فريق الاتحاد بقى الشوط الثالث والرابع، او يعني احنا اللي يبقى معانا رتم المباراه، احنا اللي بنتحكم في المباراه، مش عايزين ان هو يجري ونجري وراه لا، احنا اللي عايزين نتحكم في رتم المباراه ونوقف مفاتيح. يعني احنا اخف منهم في بعض اللعيبه، ممكن لو استحوذنا على الريباوند نجري عليهم بقى فاست بريك، لانه واحنا موقفين فاست بريك بتاعهم احنا نجري بقى عليهم فاست بريك. اعتقد ان الشوط نسبه الشوت في 2 و3 بوينت يعني احنا نسبتنا احسن من كده، وخاصه ان احنا بناخد الشوط فاضي، فلازم اللعيبه تركز في موضوع الشوتنج. الكره لازم تكون عزيزه في الشوط الثالث والرابع، ما التفريط فيها يبقى مش بسهوله، لان المباراه دي مباراه بالنسبه لينا مصيريه شويه.
طيب كابتن نبيل، يمكن سريعا احنا اتكلمنا عن بعض نقاط القوة اللي موجودة عند نادي الاتحاد وأبرزها المحترف طبعا ودولة، واحنا للأسف يعني يمكن برضو مش موفقين قوي في ان احنا نتعامل معهم بشكل كامل، ولكن ممكن نعمل ايه في الكورتر الثالث والرابع علشان نتفادى نفس اللي حصل في الشوط الأول؟ هو طبعا هو برضو يعني كابتن أحمد عمر بيعتمد في فترات معينة على الامريكاني عنده على اساس ان هو او المحترف على اساس ان هو بيلعب 1 1 كويس، وفي نفس الوقت لما بيدخل ولو حد جه هيلب بيقدر يباصي كوره للناس الطوال. فدي طبعا هتحتاج من كابتن جوستي ازاي يوقف، يعني هو الولد بيلعب ايديه مثلا الشمال واليمين وفي نفس الوقت بيدخل وبيقدر ان هو يوقف في الهواء ويبص على اللعيب اللي هو هيباصيله، لازم وفي نفس الوقت لازم الروتيشن ما بين بقيه اللعيبه على اساس الباصه سواء للطوال او لبره. فاعتقد ان بين الشوطين اكيد هيتكلموا في الموضوع ده وازاي يوقفوه، لان هو بيدخل وبيعمل كور في ده يعني فيدنج لبقيه اللعيبه ان هو يطلع كوره بره ممكن يشوطه او ممكن تحت الباسكت يحط الكوره. فاعتقد ان الكابتن اجوستي هيحل دي ما بين الشوطين، بس هو برضو انا شايف حاجه لازم هتحصل عشان برضو الناس تاخد بالها، ان ايهاب امين وعمر طارق لازم هيجربوا، لان هم من غير ما يرجعوا للمستوى التهديفي بتاعهم ومن غير ما يرجعوا لمستواهم خلال الشوطين التانيين هيبقى الموضوع صعب شويه، فلازم يحاولوا ان هم بس هو ياكدوا الباسكت بس. طيب عوده مره اخرى لاستئناف احداث الكوارتر الثالث والرابع من مباراه النادي الاهلي والاتحاد في جيم 4 في سلسله نهائي دوري السوبر، عوده مره اخرى لمعلقنا الزميل الكابتن احمد مناع.